وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعملية مقاطعات بالمسيك. اليوم كتنطلق العملية ديال التلقيح اللي كتهم التلاميذ والتلميذات الفئة العمرية 12-17 سنة. المديرية الإقليمية بالمسيك انخرطت بكل جدية وبكل مسؤولية في هذه العملية، حيث تم توفير مركزين لهذه العملية. مركز تراب مقاطعة بالمسيك غادي يهم التلاميذ ديال مقاطعة بالمسيك اللي هو الثانوية التالية بالمسيك واللي هو اللي كنتواجدوا فيه اليوم، ومركز ثاني اللي هو الثانوية التالية كيندي في تراب مقاطعات سباتة واللي غيهم التلاميذ والتلميذات ديال مقاطعات سباتة. غادي يستافد حوالي ما يزيد عن 18,000 تلميذ وتلميذة من هذه العملية على مستوى تراب مقاطعات بالمسيك، تراب عملات بالمسيك. نبغي بهذه المناسبة نشكر جميع الشركاء ديالنا اللي ساهموا معنا سواء في عملية التحسيس أو في عملية التنظيم، وعلى رأسهم من طبيعة الحال جمعية أباء أمهات أولياء التلاميذ، الأطر الإدارية والتربوية، الجمعيات، المجتمع المدني، ومن طبيعة الحال وسائل الإعلام اللي كتلعب واحد الدور كبير في العملية ديال التحسيس. نبغي كذلك بهذه المناسبة وعبر المنبر ديالكم المحترم نبلغ واحد الرسالة للأمهات وأباء أولياء التلاميذ باش كيصطحبوا الابناء والبنات ديالهم للمراكز المذكوره من اجل تلقي الجرعه الاولى، لانه الهدف الاساسي منها هو اولا ضمان مناعه جماعيه داخل الوسط المدرسي، داخل الفضاء المدرسي للتلاميذ والتلميذات. ومن طبيعه الحال هذا غادي يخولنا باش كينتقلوا للتعليم الحضوري 100% ملي تنتهي العمليه، وكتعرفوا بانه هذا عنده واحد الاثر ايجابي جدا على التحصيل الدراسي للتلميذات وتلميذاتنا. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.